للمزيد ينضم إلينا هاتفيا دكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. برحب بحضرتك معي عبرتان. أهلا وسهلا، أهلا بكم. أهلا بك. بداية، توصيفكم لما حدث اليوم من اقتحام أكثر من 2000 مستوطن إسرائيلي للمسجد الأقصى وهذه الممارسات المستمرة من قبل المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، وما تداعيات ذلك على مستوى التصعيد بالضفة الغربية؟ هذا بكل تأكيد تطور خطير على مستوى الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، تطور ينذر بعواقب أشد كارثية مما هي عليه الآن إذا لم يتدخل العالم ويوقف هذه الانتهاكات. الأمور ستخرج إلى مستويات أشد خطورة، ربما يحدث انفجار عام. لا أحد يمكن أن يلوم الشعب الفلسطيني على أي رد فعل يمكن أن يصدر على هذه الانتهاكات. المسجد الأقصى يمثل بالنسبة لنا جزء من ديننا وعقيدتنا وتاريخنا، ولا يمكن التسليم بتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك كما يزعم بن كفير ومن يقف معه. ونحن لا نصدق هذه المناكفات الإسرائيلية الداخلية التي ربما تحاول توزيع الأدوار فيما نحن نحمل رئيس الحكومة الإسرائيلية شخصيا المسؤولية عن هذه الانتهاكات، كما نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية لأنها هي وحدة التي تستطيع أن تأمر بلجم هذه الانتهاكات. كذلك لابد من تحرك عربي وإسلامي حقيقي وفعلي يضع حدا لهذه الاعتداءات الإسرائيلية. كيف تقيم تنصر رئيس الوزراء الإسرائيلي من ما حدث اليوم؟ كما قلت قبل قليل، هذا نحن نعتبره نوع من توزيع الأدوار ونوع من الأمور الإسرائيلية الداخلية التي لا تعنينا في شيء. ما يعنينا هو ما يقع، ما يقع يقع، بقرار رسمي من مستوى سياسي إسرائيلي. بن كفير يمثل جزء من الحكومة الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية هي جهة رسمية، وما يقع يقع في إطار إسرائيلي رسمي وبحماية إسرائيلية رسمية وبتصريح إسرائيلي رسمي. لو كانت هناك فعلا سياسة إسرائيلية تمنع هذه الانتهاكات لما تجرأ بن كفير على ذلك. هل هناك شريك في هذه في هذا الاعتداء وفي هذه الانتهاكات؟ هل هناك وسيلة دكتور محمود لردع الاحتلال عن ما يقوم به واستمراره من قبل المجتمع الدولي؟ بكل تأكيد. إسرائيل لا تعيش في عالم معزول، لكنها مطمئنة إلى أن الإدارة الأمريكية لا تفعل ما يجب أن تفعله لوقف هذه الاعتداءات، وتعطي الضوء الأخضر لإسرائيل وتتعهد بحماية إسرائيل بشكل دائم. حتى أوروبا مع الأسف الشديد ما سمعناه عن بعض الدول الأوروبية أنها تعهدت بحماية إسرائيل، هذا يشجع إسرائيل على مزيد من العدوان وعلى مزيد من الانتهاكات. الأمر الثاني في هذا الإطار، الموقف العربي والإسلامي. يجب أن يغادر العرب والمسلمون رسميا وشعبيا مربع الإدانات والتصريحات والاستنكارات. نحن نريد أفعالا تضع حدا لهذا العدوان، وعلى الأقل على الأقل أن يتم استخدام لغة أكثر تأثيرا مع الإدارة الأمريكية التي هي صاحبة التأثير الأول على الموقف الإسرائيلي. وهل إذا تم استخدام هذه اللغة تعول عليها في التغيير أو ضغط، يعني الضغط على الجانب الإسرائيلي لخفض حدة هذا التوتر؟ بكل تأكيد، لو امتلك العرب رسميا وشعبيا لغة مختلفة وأدوات مختلفة، واستخدموا لغة المصالح، واستخدموا المقايضة مع الإدارة الأمريكية، مصالحها مقابل وقف هذه الاعتداءات والانتهاكات، يمكن أن يحدث تغيير. لكن الاكتفاء فقط بالتعبير عن القلق والإدانة والاستنكار وإصدار البيانات لا يغير من الأمر شيئا ولا يوقف هذه الانتهاكات. وعلى ما يبدو انه اسرائيل لم تعد تقيم وزنا لهذه الاستنكارات اللفظيه والادانات والبيانات. هل يؤثر هذا الذي يحدث بالضفه الغربيه بقطاع غزه زياده المجازر و
لا سيما طبعا بالأخير مجزرة التابعين التي وقعت منذ عدة أيام قليلة، وهذه الاعتداءات الكبيرة بالضفة الغربية على المسار التفاوضي. أي مسار تفاوضي؟ إذا كنتم تقصدون المسار التفاوضي السياسي الذي سيتم عقده كما أعلن بالخميس المقبل. أي شيء يحدث من تصاعد للاعتداءات الإسرائيلية بالتأكيد سيلقي ظلالا على كل المشهد. لكن نحن نؤكد مرة أخرى ومن جديد أن أولويتنا لم تتغير، نحن أولوياتنا وقف العدوان بشكل كامل وإحداث اختراق يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وحل وتطبيق الحل السياسي للقضية الفلسطينية. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، لجميع هذه الإيضاحات.